إذا كانت وإحنا تعاملنا مع القضية الجزئية الموجبة اللي هي بعض ألف وباء، إذا كانت القضية الجزئية الموجبة بتقول إنه هنالك على الأقل عنصر واحد يحمل صفتين ألف باء مع بعض، أو هنالك على الأقل عنصر واحد يحمل صفتين باء ألف مع بعض، إنه إحنا شفنا إنه ما في فرق، ما في فرق ما بين الجملتين، وبمعنى إنه هي متماثلتين، إنه القضية تماثل العكس تبعها. وإذا أنا فاهم صح، أنا حكيت لكم إيش المقصود بمعنى التماثل في هاي الحالة، بمعنى إنه الجملتين بيحملوا نفس قيمة الحقيقة تبعتهم، نفس قيمة الحقيقة. لو نحكي عن نفس قيمة الحقيقة بطبيعة الحال إحنا بنحكي عن الحقيقة بالتعريف إحنا حكينا عليه، واللي قدمنا الصيغة تبعت الكندة لإله، واللي هو إحنا كان عملية التماثل ما بين المعلومة الموجودة بين إيدينا وما بين الواقع. بالتالي إذا نفس قيمة الحقيقة فهي تشير على الأقل، من المفروض أنها تشير إلى نفس الموضوع. تمام، إحنا نحكي عن على أقل إحنا نحكي عن تماثل ما بين مفاهيم، لما بيكون المفهومين على مستوى المعنى. تمام، لما بيكون المفهومين دالين على نفس الموجود نفسه. هل من الممكن ولا مش من الممكن؟ هي خرافية تانية، ولكن هذا من حيث مبدأ التعامل تبعنا مع، يعني هل من الممكن مش ممكن، هذا واحد من الإشكالات اللي بتم التعامل معها في هذا الكتاب. لما احنا نأخذ مثال، وهذا مثال مش لعيلي بطبيعة الحال، مثال تبع نجوم الصبح ونجوم آخر الليل. بالأول كنا نفكر إنه هدول اسمين مختلفين، تمام الاختلاف، لأنه هدول اسمين بيشيروا إلى نجوم مختلفة واحد عن الثاني. بعدين اتضح لنا إنه هدول الاسمين بيشيروا نفس النجوم، هي نفس النجوم اللي بنشوفها الصبح يعني باتجاه الفجر، هي نفس اللي بيكونوا قبل. فبالتالي بهذا المعنى المصطلحين أو الاسمين هذولا هن اسمين متماثلين، بمعنى هن بيشيروا لنفس الموجود، ولكن من الممكن يكون هن مش متماثلين من محل تاني، من حيث المعنى أو من حيث الحالة الشعورية المتضمنة داخل كجزء من المعنى تبع الاسمين هذولا. بغض النظر عن الموضوع هاي، إذا كانت القضية الجزئية الموجبة بتكون هناك على الأقل عنصر واحد ألف يحمل صفة باء، أو هناك على الأقل عنصر واحد باء يحمل صفة ألف، القضية الجزئية السالبة بتكون هناك على الأقل عنصر واحد ألف لا يحمل صفة باء، عنصر واحد ألف لا يحمل صفة باء. تعالوا نشوف مع بعض عمليا ايش المعلومات، لانه احنا كلنا واحد من اهم الموضوعات تبعتنا هو تحديد كم المعلومات ونوعها الموجود بين ايدينا، تماما كما تحديد الاهمية، تماما كما تحديد كم المعلومات ونوعه اللي منعرفهش. تعالوا نحدد بالتالي في القضية الجزئية السالبة ايش المعلومات اللي احنا منعرفها، ايش المعلومات اللي احنا منعرفهاش. إذا أخذنا إحنا الـ 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 العنصر ألف المذكور في القضية، المقصود في القضية، واللي هو لا يحمل الصفة باء، عنصر ألف إحنا كل المعلومات اللي عندنا إياها إنه هو لا يحمل صفة باء، ولكن إحنا ما بنعرف حقيقة إيش هي الصفة اللي يحملها هذا العنصر، ما بنعرف، وبالتالي إحنا ما بنعرف وين ندور عليه إذا بدكم، تمام؟ إحنا ما بنعرف وين نقدر نلاقيه لهذا العنصر. بس احنا بنعرف وين بنلاقيهوش. اذا احنا بنعرف انه ما فيش امكانيه يكون موجود ضمن الموجودات اللي بتحمل الصفه باء، ولكن احنا ما بنعرف ضمن اي موجودات احنا ممكن نلاقيه. باقي عناصر الف احنا لا بنعرف شو الصفه اللي بيحملوهاش، ولا بنعرف ايش الصفة اللي بيحملوها. احنا ما بنعرف بالنسبة لباقي عناصر الف هل هن مثل هذا العنصر اللي هو لا يحمل الصفة باء كمان هن بيحملوش الصفة باء، ولا انه كلياتهن بيحملوا الصفة باء.
إذا منيجي لبع شو اللي منعرفه عنها؟ الإشي الوحيد إيش اللي منعرفه؟ إنه ما فيها إشي مشترك مع ألف العنصر. كمان مرة فسر لي. لا غلط. طيب جميل إنك أنت قلت وصلحت نفسك، بس أنت كل إيش قلت والتفسير تبعك اللي كان عندك ليش قلته، بعدين كل ليش غلط باعتقادك. كنت أقول إنه ده بنقدر نعرف عنها إنه هي فيها عنصر، لا هذا صح، إنه فيها عنصر يعني مش عارف. بالضبط. هذا صح ولا هذا الغلط؟ هذا بطلت أعرف دي مش عارف. هذا صح. هذا صح. هذا الغلط. هذا الصح. هذا إيش؟ ممكن نروح على تصويت مين بيقول هيك مين بيقول هيك ونتفق كأنه ما بيننا نروح على هاي أو على هذا بتصويت. احكي لي ليش صح ليش غلط؟ ألف بعض ألف ليس باء شو قلت أبو العادي؟ هناك عنصر واحد على الأقل ألف لا يحمل صفة باء. هو بقول إذا هذا الحكي صحيح ما تفهمين على الأقل عنصر واحد باء لا يحمل صفة ألف اللي هو مش ألف. نعرفش. مش بالضرورة. ليه مش بالضرورة؟ لأن أنت بتحكي عن بعض ألف عن إشي واحد في ألف هو طيب. مش باء بس ما بتعرف إشي عن باء إشي تاني عن باء إيش ممكن يكون فيها إشي ممكن يكون فيها إشي تاني غير الألف الأصلية، ممكن يكون غير الجزء اللي ببحث عنه في ألف تحديدا هو إيش يعني ممكن البعض الثاني المبهم من ألف يكون موجود في باء. طيب فبالتالي اللي بيحكي هو مش شوي صح. شوي لما عايز نفرض الحكي تبعك صحيح وهو ممكن إنه البعض الآخر من ألف ممكن يحمل كله يحمل صفة ألف صفة باء آسف. طيب هذا ليش بخلينا هذا ليش بمنعنا إنه نقول هناك على الأقل عنصر واحد باء يحمل صفة ألف؟ بمنعناش هذه العبارة. قلت بمنع إيش بمنع إيش؟ لا هو حك إشي تاني. هو هذا اللي قاله. هذا اللي هو قاله. لا الإشي اللي حكيته صح. ليش أنا حكيته صح؟ أنت حكيت إنه في عنصر واحد من ألف مش موجود في باء. أوكي مزبوط. وهذا هو بالضبط اللي أنت حكيته. بتقول لا بس هو بقول إذا هذا حكي صحيح. ما هناك على الأقل عنصر واحد باء اللي هو مش ألف. لا مش. ليش لا؟ ليش لا؟ لأنه ممكن تكون كل الأشياء اللي موجودة في باء وألف مع بعض. ممكن تكون هي كل باء. ممكن تكون باء هي مجموعة. إيش قصدك؟ إيش قصدك؟ يعني هلا مش في. قصدك إنه من الممكن يكون باء ما فيش إشي تاني غير ألف. نعم. باقي عناصر ألف. نعم. جميل الفكرة هاي. تكون مجموعة جزئية منها. وبهاي الحالة إذا قلنا هنالك على الأقل عنصر واحد باء يحمل صفة ألف تكون غلط. والله. أعطيني مثال. خلينا في الأمثلة. مثال بأشياء مادية يعني. يعني مثلا في عندك دخان مش انه اذا ما اعطيتنيش مثال هذا بيكون التفسير تبعك غلط ما بكل شيء تمام بس مثلا يعني الدخان في عندك فيليب موريس وفي عندك مش فيليب موريس اوكي هلا مبدئيا باء هي فيليب موريس والف هي الدخان كله فلا عندك بعض من الف يحمل صفه الدخان وفيليب موريس بنفس الوقت بينما في بعض ثاني لا يحمل صفه فيليب موريس هلا الباء اللي هي نفس الشيء ممكن ايش اسهل جميل 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 لا موس مش فهمت ايش حكيت صراحه انا فهمت عليك يمكن انا فهمت على حالي اخر ما فهمت عليك هيك كيف بتقول قاعده انه انا فاهم الفكره مشان هيك انا فهمت عليك طيب من اليوم بدنا نبلش حقيقه انه كل فهم عندنا بدنا نصيغه بشكل واضح سليم بحيث انه الطرف الاخر لما يسمعه يكبره بدون نقاش انه بالاخر كل الهدف تصيغها بطريقة تانية تقدر تعطي مثال تاني بتقدر ايش بدك بدي انه لما تعطي الوصف تعطي للأسف التفسير الكل يفهم الكل يقبل هاي صياغتها يعني ما بتفرق معي ايش بدك تساوي بدك تعيد بدكش تعيد بدي تعطي تفسير مقبول للجميع مفهوم للجميع والكل يقبله يعني مثلا هلأ في عنا باء على فرض انه هي ابل حلو شركه ابل الكمبيوترات طيب غيرت المثال انت انه على اساس هلا ممكن عشان هي بتعرف شو هو فيليب موريس فبتكون صوره فيليب موريس انه دخان طيب فهلا باء عندك هي شركه ابل اوكي والف اللي هي الكمبيوترات هلا بعض الكمبيوترات من الف او بلاش ابل خليها ماكنتوش لانه هي بس كمبيوترات مترك مش ذاتك
أنا لك مش ضابط. احكي عن الحمضيات يا زلمة. الحمضيات لأنه قبل عندهم منتجات غير ما بقول لك. هلا أنا حكيت ماكنتوش بس أنت على الإشي اللي حطيته بكلاش صح. أنا خليني أنا أحاول. أوكي دخل بدأ الأول شيء بنحكي ألف وباء هي صفات. لا ألف هو عنصر يحمل صفة ألف والشيء بيحمل صفة ألف. يعني إحنا أرسطو غير نجي نكون لا لأنه الموضوع بتختلف لما إحنا نحكي عن منطق حديث. إحنا أرسطو إحنا نجي من كل أستاذ جمال عنا مثلا شيء اللي هو مثلا أنا شخصيا تقول هذا إنسان معناته أنا بحمل صفة الإنسان مزبوط بالضبط. هذا الشيء يحمل صفة الإنسان بالضبط. هلا هل كمان ممكن أحمل صفة ثانية وتكون سالبة مزبوط زي ممكن مثلاً. تحمل كمان ست صفات بس تضلش تحكي عنهم. ممكن أنا مدرس تضلش تحكي عنهم. ليه؟ لأنه أنت مجبور تطلع معلومات فقط من الجملة بحد ذاتها مش معلومات تانية وهاي المعلومة مش موجودة داخل الجملة. يعني إيش الصفات اللي بيحملها ألف بالإضافة لكونه بيحملش صفة ألف بيحملش صفة باء هذا مش موجود داخل الجملة. الكل التمرين هو الاكتفاء بالمعلومات المتضمنة داخل الجملة بحد ذاتها. احنا بنعطي مثال توضيح. قولي انا بعطيك ممكن احكي بعض الفلسطينيين واقصد فيها بنحمل هوا بعض الفلسطينيين ليسوا مسيحيين. طيب وهذه لا تعني ابدا انه هناك مسيحي انه البقيه المتبقيه من الفلسطينيين هي مسيحيه او لا بس هي على الاقل لا تنفي وجود مسيحي فلسطيني. طيب هي بدي كمان هاي اولا تفسير هسه بدي تعمل الاستنتاج. ليش من هنا احنا بنضلش نقول اكيد انه هنالك على الاقل مسيحي واحد مش فلسطيني لان البقيه المتبقيه من الفلسطينيين لا املك اي معلومه عنها. هذا جزء من العلاقه العكس. طيب بس هذا المثال كانه جاي مشان يقول لي انا فاهم اللي كلي ولكن هذا المثال هو مثال منيح ليلو مش ليلو. هذا مثال اللي فيه انت بتقول طيب هي انا بعرف بقدر الواقع في مثال في مسيحي اللي هو مش فلسطيني. انا بحكي لك انا بقدر اقول اذا هنالك على الاقل عنصر واحد الف لا يحمل صفه باء انا بقدر اقول هنالك على الاقل معناته عنصر واحد باء لا يحمل صفه الف. هو بقول احيانا هذا القول بيكون خاطئ. اذا هذا القول بيكون خاطئ احيانا معناته احنا ما بنقدر نحكي عن تماثل ما بين قضيتين ما بين قضية بعض ألف ليس باء وبعض باء ليس ألف لأنه لما نحكي عن تماثل بيحمل نفس كلمة الحقيقة معناته دائما يحمل نفس كلمة الحقيقة دائما بيكون صحيح. سو بقول لا بقول أحيانا بيكون خاطئ. ومثال على ذلك أو على الأقل التفسير اللي هو أعطاه واللي الأمثلة مش كعلي بتساعده عشان يكون عارف إذا بنحكي عن قضية الأمثلة هاي التفسير اللي هو أعطاه إنه من الممكن إنه باقي عناصر ألف كلياتهم بيحملوا صفة باء ولا شيء آخر غير ألف بيحمل صفة باء. هذا اللي هو حاوله كله ولكن مش مساعده الأمثلة. إذا مشان هيك أنا وأنا عارف إنه عادة ممكن يكون في عنا إشكالية في إعطاء أمثلة سليمة وصحيحة تمثل وتفسر المقصود مشان هيك إحنا بنعرف إنه عدم قدرتنا على إعطاء مثال هذا مش مؤشر ولا دليل على عدم سلامة التفسير. من ممكن يكون تفسير تبعنا سليم 100% بس احنا مش كاين نقدر نعطي امثله. بالتالي عدم اعطاء مثال ممكن يشير لعدم المقدره تبعتك على اعطاء امثله ولكن هذا ما بيشير لعدم المقدره تبعتك على اعطاء تفسيرات سليمه. تمام اوكي مثال كثير هوين. اذا انا بشوف بقول بعض الحيوانات ليست قطط هذا هو المثال اللي بدي اعطيه. مثال كثير هوين في القران بعض الحيوانات ليست قطط. تمام إذا بنيجي بنقول بعض القطط ليست حيوانات غلط لأنه القطط كلياتها بتحملش يعني بهاي الحالة فيها باء فيش فيها إشي تاني غير حيوانات فيها إشي اللي هو قطة وبيحمل صفة حيوان. مثلا ما بنقدر نقول بعض باء ليس ألف في هاي الحالة بيطلع غلط. بما إنه بيطلع غلط بالتالي بعض ألف ليس باء لا تمثل بعض باء ليس ألف لأنه كمان مرة إذا بنحكي عن تماثل عن نفس كلمة الحقيقة دائما لازم يكون تماثل مش مرة لا مش حسب المثال. يعني ما مش في الأمثلة هذا ضروري جدا نعرفه. طيب ما حد إحنا بنعرف شيء عن ألف عن باء آسف
احنا بنعرف شيء مهم جدا عن الباء، مع هذا احنا بنعرف شيء مهم جدا عن الباء. شو بنعرف؟ انه فيها عنصر مش لا مش عليك لا لا ما بنعرفش احنا اسا احنا كلنا احنا بنعرفش. انا مخي تخربش من باء جوالف ما بنعرف ايش عن باء مجموعه. لا لا بنعرف كثير عن باء، بنعرف شيء عن باء بيعمل معرفتنا التامة كاملة عن باء. لا لا بنعرفش شيء عن باء، نعرف نعرف شو عن بعض. مش مش أنا زعلان منك وأنا زعلان منك. منك أنا مدرسك منطق هذاك الفصل. نعرف إنه بعض باء ليس ألف. لا ما نعرفش إنه بعض باء ليس ألف. كلنا قبل شوي إنه نعرفش. نعرف إنه بعض باء ألف. نعرف إنه بعض باء. لا ما نعرفش إنه بعض باء ألف لأنه من الممكن إنه باء ما يكونش فيها ولا أي شيء تاني. نعرف إنه ما يكونش فيها أي ألف. نعرف إنه العنصر باء تحديدا. ممكن ما يكونش فيها ألف. بالضبط كيف العنصر هذا من ألف ما بعيش صفة باء. وإيش بعطيك مثال؟ إيش بعطيك مثال؟ والبعض الآخر كمان من ألف بيحملش صفة باء. هلا شو الجملة؟ من الممكن وبالتالي باء من الممكن إنه باء لا فيه حد ولا هذا الألف إيش فيه أي عنصر ألف. هاي إمكانيات كلياتها واردة. إحنا بنعرف إنه عينياً هذا العنصر من ألف مش موجود في باء. طيب شو هذا بقول؟ هذا يعني هذا تعرف معلومة عن باء إنه هذا إنه هذا العنصر العي يعني هذا العنصر اللي أنا بدور عليه من ألف مش موجود في باء. بالتالي. نعرف إن ألف وباء مش متماثلات يعني لا. ألف وباء مش متماثلات كل باء ليس ألف. لا أنا ألف باء مش متماثلات هذا أكيد فيش فيش حديث عن هذا الموضوع. هذا صفة ألف على صفة باء مش كان يتماثل بين صفتين مختلفتين مش مجال دوري. أنا أعطيتك التعريف تبع التماثل مش هيك؟ أعطيت التعريف تبع التماثل ولا لا؟ ما أنتوا صفتين مختلفتين. قاعد بتحاول تذكر ألف لا يمكن منيح تساوي. منيح إيش؟ ألف مش ممكن تساوي باء. ممكن هذا التماثل مش ممكن. لا مش ممكن. مش ممكن. لا مش ممكن. لأنه في عنصر من ألف مش موجود في باء. مش حاطه لنا. ألف مش تساوي باء. قصدك إذا كان بعض ألف يساوي باء في حالة من الحالات. لا لا في هاي الحالة ناحية عدد قصدك أنت. طب إذا كان في باء كمان إشي تاني يعني باء فيها حيوانات وفيها إشي تاني مش ممكن أوكي فهمت عليك وإيش تعملوش استنتاجات بس هو ما بنقدر نأخذ غير معلومة ما تعملوا استنتاجات. أنا متذكر بالضبط إيش حكيت الفصل اللي فات. لا مش متذكر بلا لا أنا أنت حكيت لي أنا كنت كان عندي مشكلة في هاي الجملة تحديدا. أنا حكيت لك أنا ما فهمت حكيت لي إذا أنا عندي هذا هذا الشيء من ألف أنا متأكد إنه هذا بعض ألف مش موجود في باء فأنا مستحيل أروح أدور عليها في باء فتلقائيا يعني بعرف إيش عن باء إنه هذا العنصر العيني من ألف مش موجود فيها. هذا بس هذا مختلف الجملة هاي عن الجملة تبعت إنه باء لا يمكن تساوي ألف هذول جملتين مختلفتين. بعرف إنه إشي تاني بس هذا اللي متذكره. لأنه كل جمال ظاهر شو كان مخربش معهن؟ لا أنا عارف. طيب حقيقة هلا إحنا بنعرف. لما انا بعرف لما انا قلت انه احنا ما بنعرفش وينه تمام احنا انا قلت انه احنا بس احنا بنعرف اكيد وين هو مش موجود. كلمات تانية اذا بنحكي عن هذا والمكتب تبعي في علاقته مع المكتب تبعي احنا فيش امكانيه نروح ندور عليه في المكتب عندي ندور عليه بكل محل بس مش في المكتب. كلمات تانية احنا ندور عليه بكل محل بس مش ضمن الفئه اللي بتحمل الصفه بتاعته ما ندورش عليه هناك. فاحنا فهاي هي معلومة كاملة عن كل الفئة بقى. بمعنى احنا ما بنروح على هاي الفئة مشان ندور على هذا العنصر من ألف على هذا. طب ممكن يكون بعض ألف الثاني باء ما احنا حكينا انا بدور على عيني مزبوط بس انا قلت لك هاي بصف معلومة عن العنصر مش عن باء العنصر اللي بحمل ألف لا طبعا هاي معلومة عن باء لا أنا هي معلومة عن عنصر إنه هذا مش موجود فيها فأنت بتروح هذا نعرف طيب لا هذا أنت بتعرفه طيب هي معلومة عن باء شو استنتجنا هلا أنت بتعرف لا هذا مهم جدا. أنت لما نفط في الحقيقة والواقع أنت بدك تدور عليه بتقرب على باء لا بقربش طيب هي مش معلومة واللي تحل بيصير استبعاد عنه العنصر نفسه شوي لا عنه بتعرفش وينه بعد إنه مش في مش تعرفش وينه تعرفش وينه بالضبط تعرفش مش وينه قلت تعرفش وينه اوكي تعالي انت ما بتعرف وينه بتعالي انت هذا بيحدد عدم معرفتك وينه من ناحيه ولكن معرفتك انه مش في مكان معين هذا بيحدد السلوك تبعك هاي معرفه مش قليله بوفر عليك قديش بدك وقت وتعب
أنا عندي سؤال. فبالتالي باء أنت بتعرف إنه هذا مش موجود فيه، بس أنت ما بتعرف بالإضافة لحد إيش فيه أو إيش ما فيه. ما فيه مش قليلة. طب نعم. أنا سؤال، إحنا حددنا ألف بناء على عنصر جوهري فيها بجمع كل عناصر ألف. هذا إيش حكينا عليه ضمن التعريفات، بس إحنا رح نجي عليه كمان مرة. أوكي. طبعا. يعني كل كلام الحمر هي نفترض إنها هي ألف. نفرض. وأنا بدور على كلام حمر. لا. بدور على هذا الكلام الأحمر. هاد. صفى أنا لغيت الجوهر. يعني أنا لما جمعتهم في ألف سميتهم كلهم ألف. حصرتهم إشي واحد إنه صفتهم إنهم من كلام أحمر مش كلام أحمر ماتت أو هذا نوع يعني. يعني أنا لما يقصد ماشي على هذا الجمع كل عنصر الثاني. مين اللي كان؟ الشغل كله يعتبرني هاد مين ولا لا؟ فعشان هيك لما أحكي بعد إذا أنت طلعتيني من الفئة تبعت إناث بفقد أنا كوني بني آدم ولا بظلني بني آدم بس مش أنثى؟ لا أنا هيك حددنا مرتين مش مرة. إنسان إنسان وأنثى إنسان في فرق إحنا. يعني أنا بحكي مثلا بعض الحيوانات ليست قطط، هاي الجملة صحيحة نعتمدها؟ بعض الحيوانات طبعا يعني ممكن هذا مثال مش تاني، هذا مثال لا أرسطو صحيح 100%. مشان هيك هو فرجك بأنه الإشي بيمثلش عكسه في هاي الحالة في حالة الجزئية القضية الجزئية السالبة صحيح 100% صح. هذا المثال يعني ما بقدر أعتمده حاليا النقاط. هذا المثال سليم 100%. بقدر ألاقي أرنب مش في مجموعة القطط أرنب مش بس حيوان طيب بس بقدر بس هو في ألف بيكون بس بقدر ألاقي قط سيامي مش إيش قط سيامي مش إيش مش كت؟ ولا مش حيوان؟ انت ما تاخذ يعني انت كنت تميزه بكنت ميزه ما بين الجوهر، هذا حكينا عليه في اول لقاء ما بيننا، كنت ميزه ما بين الجوهر، والجوهر هو الصفة اللي بتعمل الاشي ايش هو وبدونه بكونش ايش هو، يعني بدون يعقل ويتلفظ بكونش الاشي انسان، يعني في صفة اساسية على سبيل المثال تمام؟ وما بين صفات وخصائص اخرى مثل بمشي على اثنين، ممكن يكون بني ادم وممكن يمشي على اثنين، فيش علاقه ضروريه ما بين بمشي على اثنين وبني ادم. فبالتالي انه بمشي على اثنين مش هي الصفه اللي بتعمل الاشي انسان، ولا هي الصفه اللي بتعمل الاشي دجاجه، ولكن صفه مشتركه ما بين الكائنين الحيين هذول اكثر ولا اقل. شو اللي بيعمل الإشي طير؟ بطير. لا. عنده جناحات. ولا ريش. جناحات. بطير. بطير. عشان له جناحات. بطير كيلو. طبعاً. عشان عنده جناحات. جناح. ولا طريقة تكاثر. هي طريقة تكاثر. أطراف المختزلة. أنا بمعنى مشان هيك يعني ضروري إنكم أنتم تعرفوا إيش اللي بيعمل. هذا رح نشتغل فيه كتير، ولكن أنا جاي السؤال مشان أقول لكم إنه في صفة اللي بتعمل من شيء معين إيش هو، وفي صفة تانية اللي هي عرضية أو خصائص. أنا عندي استنتاج. عندك إيش؟ استنتاج. استنتاج؟ يلا قول. العنصر ألف مثلاً افترضنا إنه في المجموعة ألف، وفي العنصر ألف مش في باء بعض. زي ما قلت انت العنصر ألف بعض ألف كل الاشي اللي تقوله وعمل منه استنتاج. بعض ألف ليس موجود في باء، هناك على الاقل عنصر واحد مش موجود في باء، هناك على الاقل عنصر واحد على الاقل صفة باء. نعم لا يحمل الصفة باء يعني لا. مش موجود طيب. في باء مثلا طيب لو في مثلا بين الباء هاي وبين المجموعة اللي هو فيها العنصر هذا الألف الذي لا يحمل الصفة باء عناصر مشتركة ألف مش راح يكمل. إذا في إيش بين إيش وإيش؟ عند بين ألف وباء عناصر مشتركة هذا العنصر المقصود مش منهم. ما إحنا نحكي على الجوهر مش على العناصر. مش على بعض باب ألف ليس باء وبعض ألف هو باء. يحكي فيها. تنتين حكى. ممكن يكون بعض ألف ليس باء وبعض ألف هو باء. طبعاً بعض آخر ألف ممكن يكون يحمل صفة باء. مش معروف يكون. ممكن لا. ممكن مش معلوم. ممكن لا ممكن لا. طبعاً مش معلوم. مش حكوا عليها. طبعاً طيب. شو الاستنتاج؟ ايش الخطأ؟ خطأ في بالي. استنتاج امكاني. طيب. تعالوا بالاول نعمل تلخيص حقيقة للاشياء اللي احنا حكيناها. لانه أعرف كثير بدنا نستعمله كانوا كتقديم لعملية تحليل أشكال الحجاج والوقوف على سلامة أشكال الحجاج.
اعتمادا على التحليل، واحد اثنين الوقوف على امكانات العلاقات ما بين خلينا نسميهن بدون ما افوت لكثير حديث حد اي الطرف، بعدين بقول شو عن حد اي الطرف اعتمادا على التحليلات هاي. والتحليلات احنا بنسويها بناخذ عاده في عين الاعتبار كم المعلومات اللي احنا موجود عندنا عن كل واحد من حدي كل قضية من القضايا الأربعة. قضايا أربعة هن تنتين كمان مرة للتذكير، تنتين كليتين، تنتين جزئيتين، منهن تنتين سالبتين، تنتين موجبتين. بالتالي اعتمادا على المعلومات اللي عنايته عن كل حد من الحدود المتضمن داخل كل قضية من القضايا الأربعة، احنا بنقوم في عملية تحليل لأشكال الحجج. فتعالوا نحدد ايش بنعرف عن كل واحد من الحدود الأربعة، الحدود اثنين في كل قضية من قضايا الأربعة، وايش بنعرفش عن كل حد من الحدود في كل قضية من القضايا الأربعة. تعال نبدأ في القضية الكلية الموجبة اللي احنا تعاملنا معها أساسا، أول واحدة اللي هي كل ألف وباء. احنا في عنا معلومة تامة كاملة وافية كل ما يمكن أن يقال عن ألف، ضمن بطبيعة الحال القضية كل ألف وباء. تمام، بكلمات تانية أنا ما قاعد بحكي إنه أنا عندي معلومة تامة كاملة عن ألف بكل سياق ممكن، سياق أو بسائر علاقاته، إنما بسياق الجملة كل ألف وباء. يعني إحنا عندنا معلومة كاملة عن الحد ألف، عن كل عنصر وعنصر من عناصر الحد ألف، في إنه يحمل صفة باء. باء بالمقابل كل اللي إحنا نعرف عنه إنه هنالك على الأقل فئة واحدة باء وهي ألف، لكن إحنا ما عندنا معلومة واحدة نقدر نحكيها عن كل باء. ما بنقدر نقول كل باء كذا وكذا، ما بنقدر نقول كل باء يساوي ألف، ولا بنقدر نقول كل باء أكبر من ألف. كلمات تانية، إحنا ما بنقدر نقول هنالك على الأقل عنصر فئة واحدة باء ليست ألف، ما بنقدر نقول. تمام، فبالتالي المعلومات اللي عندنا إياها عن باء هي معلومات خلينا نسميها جزئية. لما بيكون في عندنا نقص، لما بيكونش في عندنا معلومة كاملة عن الحد، هذا الحد إحنا بنصنفه كحد غير مستغرق. لو بيكون في عندنا معلومة كاملة عن الحد، هذا الحد إحنا بنصنفه كحد مستغرق. حد مستغرق من اللغة العربية تم استغراق الحديث عن موضوع معين، وبالتالي عن الحد ألف إحنا حقيقة استغرقنا الحديث عنه، لأنه كلنا قلنا كل ما يمكن أن يقال عنه بسياق علاقته مع باء. لكن باء بطبيعة الحال لا، لكن المهم لنا مش اسمه، لأنه مش رح حقيقة إحنا نستعمل تسميات هنا، فقط كان بالشغل تبعنا، فقط للإشارة للتصنيفات اللي إحنا بنسويها في المنطق للحالات هاي. بالتالي عندنا معلومة كاملة عن ألف، إحنا بنعرف إنه كل ألف يحمل صفة باء، ما عندناش معلومة كاملة عن باء، إحنا نعرفش البعض الآخر من باء. مهم جدا تعرفوه إنه البعض الآخر من باء إحنا منعرفش عنه إشي. هل هنالك شيء آخر غير ألف يحمل صفة باء، ولا ما فيش إشي تاني غير ألف بيحمل صفة باء؟ هذا هام جدا، وهذا إذا بدكوا هام لدرجة إنه عوالم ممكن تسقط من تحت رأسه. وإذا بنشوف كمان شو صغيرة ليش؟ دهد القضية الكلية السالبة اللي هي كل ألف ليس باء. إحنا أنا معلومة تامة كاملة عن الحد ألف إنه هو ما بيحمل صفة باء، وعندنا معلومة تامة كاملة عن الحد باء إنه ما بيحمل صفة ألف. بالتالي كم المعلومات الموجودة عندنا عن ألف يماثل كم المعلومات الموجودة عندنا عن باء؟ تعال نأخذ القضية الجزئية الموجبة. إحنا ما بنعرف بعض ألف هو باء، إحنا ما بنعرف عن البعض الآخر من ألف، إحنا ما بنعرف عن البعض الآخر من ألف بيحمل صفة باء، ولا مثل البعض المذكور في القضية، ولا إن البعض الآخر من ألف ما بيحمل صفة باء. كذلك الأمر بالنسبة لا باء، إحنا ما بنعرف إذا البعض الآخر من باء بيحمل صفة ألف، ولا إنه
ما بحمل الصفة ألف. وبالتالي المعلومات اللي عنا إياها عن ألف هي معلومات جزئية، كذلك الأمر المعلومات اللي عنا إياها عن باء. إذا منروح للقضية الجزئية السالبة هي آخر القضايا، بعد ألف ليس باء، واضح لإلكو إنه عندنا معلومات جزئية عن ألف. إذا ما بعرف إذا هاي بتكون مفاجأة لإلكو إذا أنا بقولكو نحن معلومات تامة كاملة عن باء ولا لا، بسوى أقولكو إنه هنا في نقاش ضمن العاملين في مجال الفلسفة، هل حقا مستاركة باء ولا لا، ولكن إحنا من ميل للتعامل معها الغالبية العظمى، غالبية العاملين في مجال المنطق بميلوا للتعامل مع باء كحد مستارك، يعني بميلوا للتعامل مع باء كحد اللي عندنا معلومة تامة كاملة عنه. إحنا من قلنا لو ما نقربش على باء عمليا أنا عندي معلومة إنه عن كل باء إنه هذا مش هنا، بدورش عليه، تمام؟ بدورش وين بيحمل الصفة باء على هذا العنصر من ألف على سبيل المثال. طيب تعالوا أعمل مقدمة صغيرة عن عن القياس واللي إحنا راحين عليه عمليا. القياس هو نوع خاص جدا من أنواع الاستنتاجات الغير مباشرة. الاستنتاجات الغير مباشرة هي استنتاجات إحنا نأخذها من قضيتين فما فوق، يعني ممكن نأخذها من ثلاث قضايا نعمل استنتاج، ممكن من قضيتين نعمل استنتاج، ممكن من 66 قضية معلومة، يعني هاي القضايا هي معلومات اللي احنا منها بنعمل استنتاجات، ممكن من 66 قضية حنعمل استنتاج. وبالتالي الاستنتاجات غير مباشرة هي استنتاجات اللي احنا بناخذها من اكثر من قضيتين فما فوق بغض النظر عن عدد القضايا. لكن القياس عينيا وهو كامرا نوع خاص من انواع الاستنتاجات غير مباشرة، وهو اللي هنأخذ قضيتين واستنتاج، بالتالي هو مركب من ثلاث جمل. القياس مركب من ثلاث جمل، قضيتين اللي هي المعلومتين اللي بين ايدي، والاستنتاج هو الشيء اللي احنا بناخده نستنجه نستلبطه اذا بدكم من من القضيتين هذول. قبل ما نفوت اكثر للموضوع تبعت القياس واكثر نفوت اكثر للموضوع تبعت الاستنتاجات، كيفيه الاستنتاجات من القياس، كل الهدف كيف حكينا قبل مرة على كل كيف أنا حكيت بالمقدمة تبعت المساق هذا، إنه كل الهدف من استعمال المنطق هو التوصل إلى معلومات جديدة صحيحة بالضرورة، صحيحة بحيث إنه لا يمكن لها ألا تكون صحيحة، هذا معنى بالضرورة. من هون إحنا في حاجة إن نكون إحنا متأكدين من إنه حقا القياس يمكننا باستعمال القواعد تبعته من التوصل إلى معلومات صحيحة بالضرورة. لأرسطو هذا كان مهم بطبيعة الحال، ولذلك على أقل إذا أنا حكيت لكم عن أجزاء الكتب اللي بناها أرسطو، بهمنا في هاي الحالة البريور أناليتكس والبستيريور أناليتكس. اللي كان يسوي أرسطو خلال عملية الفحص تبعته لأشكال الحجاج إنه يعني هو على الأقل استعمل طريقتين بشكل واضح ومكثف لفحص سلامة أشكال الحجاج. يعني فحص سلامة أشكال الحجاج يعني الفحص هل حقا من هذا الشكل إحنا بنحصل على معلومات صحيحة بضرورة ولا لا، بهذا المعنى. تالي إذا الشكل الحجة سليم من المفروض أن هذا الشكل الحجة يمكنني ببناء حجة حسبه من التوصل إلى معلومات صحيحة 100% بالضرورة. أوكي. الطريقة الأولى اللي استعملها أرسطو اللي هي استعملها تقريبا كل وقت هو انه كان يجي يقول كان يفحص
إمكانيات العلاقة ما بين حدي الطرف. هنا نبدأ نيجي ل توضيح المقصود في المسميات. إذا إحنا نأخذ قضيتين، تعال نأخذ قضيتين، كل ألف هو باء، كل باء هو سين. طيب، كل ألف كل الوقت تحاولوا قدر الإمكان المخيلة تبعثكم ضل شغالة وتتخيلوا بالضبط عايش. أنا بحكي بدون استعانة بتاتا، هذا واحد من التمرين ممكن تكون لطيفة جدا لتنمية المقدرات الذهنية تبعثكم على المخيلة بدون ما نكتب. لما بتعجزوا مروا على اللوح، كل وقت انتم مش عاجزين نستعملش اللوح. إذا أنا أخذت القضية الأولى كل ألف هو باء، والقضية الثانية كل باء هو سين، هذول قضيتين ومن هنا نضع الاستنتاج. بهذه الحالة كل ألف هو سين هو الاستنتاج. كل ألف هو باء، كل باء هو سين، باء هو إيش؟ هو حد مشترك، مش هيك؟ موجود في القضيتين، هو موجود في القضية الأولى، هو محمول القضية الأولى، وموجود في القضية الثانية، هو موضوع القضية الثانية. هذا الحد المشترك. ألف وسين إحنا نسميه حدي الطرف، يعني هن الحدين اللي جايين نعرف العلاقة اللي ما بينهن، تمام؟ فبالتالي أنا باش بقول إنه أرسطو كان يحاول يفحص العلاقات اللي ممكن تكون ما بين حدي الطرف. بهاي الحالة اعتماد على المعلومات المتوفرة داخل القضيتين، عمليا إذا بنأخذ كل ألف هو باء، كل باء هو سين، إحنا بنفحص شو هي العلاقة اللي ممكن تكون بين ألف وبين سين. بعد النظر إسا شو هي العلاقة، بنرجع لهذا الموضوع. لما كان أرسطو يشوف إنه في إمكانية لأكثر من علاقة بين حدي الطرف، منشان كأنه يأكد لنا الفهم تبعه، كان يعطينا مثال. كلنا نفرض إنه ألف كذا، باء كذا، سين كذا. أول مرة بعدين نفرض إنه ألف كذا، باء كذا، وسين كذا. بتركب أنت كل ألف هو باء، كل باء هو سين حسب الأمثلة اللي بيعطيك إياها، وبنفحص. إذا في عنا أكثر من إمكانية علاقة بين حدي الطرف، هاي إشارة دلالة إثبات على عدم سلامة الشكل. من المفروض بالتالي إحنا نعمل استنتاج إنه من المفروض إنه ما يكون في عنا، مشان يكون عنا يقين من العلاقة اللي بين حدي الطرف، معناته من المفروض ما يكونش في عنا أي إمكانية لأي علاقة سوى واحدة. إذا بيكون أكثر من علاقة وأكثر من إمكانية، هذا شو بقول؟ هذا بقول إنه المعلومات اللي بين إيدينا ما بيأكدولناش أي علاقة هي صحيحة، هاي ولا هاي. نفرض في إمكانيتين علاقة بين حدي الطرف. إذا في إمكانيتين علاقة بين حدي الطرف وأنا بدي أعرف أي واحدة منهم، هذا بقول إنه المعلومات المتوفرة بين إيدي ما بتأكد لا صواب هاد ولا صواب هاد. يمكن هذا يكون صحيح، يمكن هذا يكون صحيح. مشان هيك مباشرة لما كان ينجح أرسطو يعطي مثالين مختلفين لنفس الشكل، واللي فيه مرة يطلع نفرض كل ألف هو سين، ومرة يطلع بعض ألف ليس سين، مباشرة قلنا إنه هذا الشكل غير سليم. وهي عمليا الطريقة الأولى اللي أرسطو استعملها من أجل توضيح أو كإثبات على سلامة أو عدم سلامة أشكال الحجج. فكان كل مرة يأخذ قضيتين بعلاقات بيختلف ما بين الحدود داخلهن. نفرض علاقات بيختلف، يعني إذا نأخذ إحنا كل ألف هو باء، كل باء هو سين، هاي علاقة. الثانية كل ألف هو باء، كل باء ليس سين، اختلفت العلاقة في القضية الثانية. القضية الثانية كان كل باء هو سين، صارت بالشكل الآخر كل باء ليس سين. تالي هاي علاقات مختلفة، بهذا المعنى نحن نحكي عن علاقات. أو إذا بدكم كن نأخذ كل ألف هو باء، كل ألف هو سين، بالتالي اختلفت العلاقات، تمام؟ لذلك كل مرة كان يأخذ علاقتين مختلفتين مع حدي الطرف، مع بين حدي الطرف والحد المشترك، وكان يتوصل لوجود اختلاف علاقة ما بين حدي الطرف، إنه حدي الطرف ممكن يكون بيناتهم أكثر من علاقة، كان يستنتج إنه بواسطة أمثلة بطبيعة الحال كان يستنتج كإثبات إنه هذا الشكل غير سليم. المثال
أو الطريقة الثانية اللي كان اللي كان يستعملها كان يقول تعالوا نفرض إنه إذا نأخذ القضية نأخذ القضيتين كألف وباء كل باء وسين كل ألف وسين اللي المفروض يكون بين حدين طرف تعال نفرض أو تعال افحص هل من الممكن النقيض تبع كل ألف وسين ممكن تكون هاي العلاقة موجودة بين ألف وبين سين شو النقيض تبع كل ألف وسين بعض ألف ليس سين بالتالي هل من الممكن بعض ألف ليس سين يكون ضمن العلاقتين كل ألف هو باء كل باء ليس سين ولا لا إذا فيش إمكانية إذا فيش إمكانية الأرسطو هذا كان إثبات كافي على سلامة كل ألف وسين إذا بدكو هذا إثبات كافي على ضرورة صحة كل ألف وسين وبالتالي الطريقة الثانية هو كان يفحص إمكانية العلاقة إمكانية علاقة بين ألف وبين سين تتناقض مع العلاقة اللي من المفروض تكون فيما لو كان الشكل سليم. بس هذا الحكي يعني مش دقيق 100% لا يعني ممكن تفكر بأمثلة مليون مثال وما تفكرش مثال يخطئ الإشي فتحكي عنها صح. إيش قصدك؟ يعني أنت كنت تحكي إنه بيحكم على الإشي إنه غلط لما يلاقي مثالين إنه متناقضين. نعم. ممكن ما يفكرش مثلين متناقضين قد ما يفكر بس هي غلط تكون عارف لما يجيبش مثلا لا تعال نفحص تحليليا تعال نفحص تحليليا هو تحليليا غير هو بأمثلة بتقدرش تشمل كل شيء تعال نفحص تحليليا أمثلة بتنفي ممكن عندك إمكانيتين لا أرسطو في طريقتين بغض النظر شو لقدام راح نحكي وشو مش راح نحكي وموافقين لا أرسطو في طريقتين طريقة أولى بدنا أمثلة الثانية بيجيكوا لخات عن فرض إمكانية نقيده ممكن ولا مش ممكن إذا هذا بزبط شو هذا بزبط إيش معناته شو عشان تكون صحيحة لازم بعرف إيش معناته شو لا معناته ممكن تكون صحيحة ليش لأنه أنت ممكن تكون ما وصلتش للمثال اللي خطأها بس في مثال ممكن مش معلومة بعرف عشان هيك بحكي إنه مش معلومة اللي بحكي فيه لا 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 مش متفق لا مش موافق انا بدك تعطيني تفسير فيش تقول لي ممكن مش ممكن ممكن مش ممكن بدك تعطيني تفسير حول الامكانيه اعطيني تفسير مع اللي اقبل الامكانيه هاي بس كل ممكن لا بقدر اعطيك مثال ولا بقدر اعمل لك تحليل ولا بقدر كذا انا فيش لي تفسير وممكن ما بزبط اعطيك مثال مثلا مش راح يكون مثال. مش راح اعطيني على كل الف هو باء اعطيني مثال كل الف هو باء كل باء هو سين كل الف هو سين اعطيني مثال طيب مش راح يكون واقعي لا بدون مثال صحيح إلا شو اللي كان نحكي على الصحة أنا بس أعرف نحكي عن الخيال نو لا 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 شوي شوي في قواعد النقاش في قواعد النقاش في لا وفي كيف تفند آراء أشخاص آخرين ما بزبط تجي تقول لي أنا ما عنديش مثال وإذا بعطيك مثال أنا بعطيك مثال غير واقعي مثال غير واقعي بزبط لا مش وأنا ما عنديش كيف أفند اي طريقه افند الطريق او افرجي او افرجي اشكاليه الطريقه اللي حكى عنها ارسطو وما حالت كل بس هذا مش بالضروره كيف تزبط لا انا ايش كيف قصدي انه مش واقعي يعني كل نوع لحمه بتتاكل مثلا هلا احنا ما قدرناش نحصر كل انواع اللحم ممكن في لحمه طعام خلينا نقول نضرب امثله اول شيء بدي امثال لازم يكون صحيح كل رجل هو إنسان كل طيب. إنسان هو كائن حي طيب إذا ممكن يكون بعض الناس مش كائنات حية لا أنا بدل إنه هذا بدي مثل هذا وتفرجيني أعطيني مثال اللي فيه تفرجيني كيف إنه بعض ألف ليس سين وارد طب استاذ وارستو ما او على الاقل هو بيحكي مين هو اللي بيحكي هو بيحكي شو رايك تخليه هو يقول شو اللي بيقول خليها هيك اشوف ولا انه انت هي فسر ايش هو بده يقول هو بيحكي انه امكانيه انك انت تكون عندك كل هذه المعلومات عن كل شيء يعني ممكن انت ما تفكرش في ايش عشان النقيض تبعه يعني في جهه انت تكون مش عارفها بس انت في اول ما حكيت بدي اجاوبه يعني فأول ما حكيت إنه إحنا بنكون في مجال معرفتنا في هذا الإشي يعني لما حكينا كل ألف هو باء أنا بعرف كل إشي عن ألف في مجال علاقته في باء طبعا هلا هو نسي هذا المعلومة فبحكي عن إشي تاني طبعا لما نحكي على لو بحكي عن إمكانية إنه يكون إشي أنا ما فكرت فيه
احنا عندنا معلومه تامه كامله عن كل عنصر وعنصر على الف اللي تعمل صفه باء. كذلك الامر كل باء وسين. هذا في كل عنصر وعنصر على الف باء يحمل صفه سين. ما بصير كل 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 جمله كل الف هو باء واذا تعرفش كل الف مزبوط مزبوطش. لازم كل باء الف هو باء. بس على الخرافيه الثانيه عشان تثبت انه في النهاية كل ألف هو سين تقدرش ضلك تضرب أمثلة. يعني الأمثلة بتثبتش. بدك تثبت إنه نفي كل ألف هو باء خاطئ. عشان تثبت إن كل ألف هو باء صحيح. إنه كل ألف هو باء خاطئ. نفي كل ألف هو باء اللي يعني هو بعض ألف لأي سبب بدك تثبت إنه خطأ. نو مش هلا تثبته أنت. أنت تثبت استنتاج إنه خطأ. طيب. ما انت مش كل الف هو باء، الف هو سين قصدك. هو اللي بحاول يسويه انه بحاول يثبت صحة انه كل الف هو سين بواسطة انه روح ينفي الجملة. اي جملة؟ واثبت انه نفيها غلط. كل الف هو سين ينفيها. لا مش هاي مش هاي. ويثبت خطأها. خطأها واثبت خطأها معناته بتصير صحيحة. هاي طريقة الاثبات. يخطئ انه خطئ النفي، اذا نفي خطأ معناته الجملة صحيحة. اذا انا فيها هذا اللي هذا اللي بيحكي على اسطوره هذا حكينا عليه. شو السجارة؟ لا مش هيك قصدي. انا مثلا كل الف هو باء نفيها شوي شوي تحكي لي شكل احكي لي في عندي انا شكل حجي كامل عندي. كل الف هو باء، كل باء هو سين، كل الف هو سين. احكي عن هذا. طيب كل الف هو باء نفيها بعض الف ليس باء. شو خص النفي تبع بعض كل الف هو باء؟ طول بالك خلينا مشان اقدر اكمل. ماني بشرح لك يلا. بعض ألف ليس باء. بدك تنفي بعض ألف ليس باء. نفيناها طلع إنه كل ألف هو باء صحيحة بالضرورة. غير. أيوة. وباء إنه كل باء هو سين. النفي تبعها بعض باء ليس سين. بدك تثبت إنه النفي تبعها خاطئ برضو. بدون ما أثبت النفي تبعها خاطئ. أنا لما بحط قضية داخل الشكل الحجة داخل الحجة لازم تكون القضية مثبت مبرهن صحتها. يعني مش بحاجة كمان مرة أنا أثبت إنها هي صحيحة. مسبقا قبل ما استعمل قضيه داخل شكل حجي او داخل حجي اسف هاي القضيه مجبور تكون مبرره على صحتها. فبالتالي شو بفيدك انك ترجع كمان مره تبرهن على صحتها؟ ما احنا عارفينها صحيحه. انه منبرهن على صحه الاستنتاج او لا الاشكاليه تحت. يعني كمل هل من الممكن البرهنه على خطا الاستنتاج ولا لا؟ بالطريقة تبع أرسطو هل من الممكن البرهنة على صحة نقيض الاستنتاج ولا لا؟ إذا النفي تبعها صحيح معناته هي غلط. إذا بدك تثبت إنه النفي تبعها في طريقتين بنحكي عنه. في طريقتين الأولى إنك تفرجي كيف النفي ممكن. النفي إذا النفي ممكن معناته هي غلط. مزبوط. ولكن إذا أنت بتقدرش تنفي وإذا بتقدرش تعطي مثال بالأمثلة بتعطي شو ما تعطي أمثلة مزبوط وبتقدرش تنفي لا في لا نهايه امثله لا نهايه وبتقدرش تنفي بتقدرش تنفي اخرى آه. ما بعرف عجبك. معناته شو بيكون الشكل صحيح؟ هذا اللي هذا اللي هذا اللي هذا الادعاء تبع ارسطو انه اذا انت لا عندك امثله بتفرجيني كيف انه في اشكال في الاستنتاج ولا قادر تنفيلي صواب صواب الاستنتاج يعني ولا قادر تثبت صحة نقيضه معناته شو صحيح. استاذ انا معك بس هذا صحيح بس مش صحيح بالضرورة. يعني انت ما قدرت تثبت اشي بتقدر تحكي عنه صحيح بالمعلومات اللي عندك معرفتنا بس مش صحيح بالضرورة. بالنسبة للمعلومات اللي عندك انا اقول لك اشي كمان مرة بدي ارجع على حكيته قبل شوي انه انا اقول ما انه انا بعرفش كل شيء معناته مش صحيح بالضروره. وانا بعدين اقول انا ما عنديش مقاييس بس انا بعرف انه يمكن يكون في مقياس بالدنيا بشي محل واللي يثبت لي اشكال. ايوه هذا مش طريقه برهان ولا طريقه اقناع ولا طريقه اثبات خطا شيء. لما بدك اليه بدك تقول لي انا عندي مقياس هاد. اما عدم المعرفه هي مش مبدا. ما تحاول عدم المعرفه لمبدا وتصير تستعمله وتقول لي انا اعتمد على عدم المعرفه تبعتي ما بقدر اثبت لك انه هذا غلط. ما انت مش عارف شو بتثبت قاعد. بالنسبه له يمكن يكون في شيء ضايع. بزبطش. بدك تحط مقياس. بدون مقياس ما حداش بيشتغل وما حداش بيحكي معك
ولا بسمع لك بقول لك انت بتقدر تروح تحكي مع حدا تاني غيري بدوش وقتي مش بينك مكياس هذا حديث وهذا نقاش صلوا من ارسطو لليوم بدوش تنفيذ بخمس ثلاث دقائق والسنفه كل ده مش على حكي هو قصده ضرب الامثله بثبتش عندك مثلا ضرب الامثله ما انا حكيت قبل شوي انه كونك غير قادر على اعطاء مثال انا ما بعرف اي شيء ولكن انت غير قادر تعطي مثال وغير قادر تعطي تاشر على على اشكاليه داخل كيفيه البرهنه اللي هي ما لهاش علاقه بالامثله البرهنه ما انت شو استاذ زمان اللي بحاول يقوله مهند انه اذا انا جيت اللي بقول احنا استنتجنا انه كل الف هو سين لو اعطينا مثال واحد او اثنين او ثلاث انه فعلا كل الف هو سين كل هذا مش كافي لاثبات انه كل الف هو سين فايش حكى ايش حكى حسين بقول في طريقه اثبت انه كل الف هو سين كيف انا بروح بنفي انه كل الف هو سين بقول بعض الف ليس سين بثبت انها غلط اذا قدرت اثبت انه النفي انه غلط معناته اثبتت صحة الاستنتاج هذا اللي بيحكي عنه ارسطو انا مو هذا معهم هم الفاهم مفهوم وبس بحاول احطه بطريقة هذا اللي حكى هذول الطريقتين موجودات طريقة هاي حطها ارسطو حكى عنها والطريقة تبعت الامثلة الامثلة هي يعني بتقدر تستعمل مثال عشان تنفي انها صح مش تثبتها مظبوط طبعا مش مين كان هذا هو القصد ما هند فيه انا بعرف مش فاهمين على بعض مش عارف يوصل مظبوط موافق طبعا بنعطيكم مليون مثال مش فاهم مش مليون مثال بنعطيكم من اسا بس 100 حياه لقدام بتعطي امثله هذا مش اثبات مش اثبات طبعا هذا اللي نحكي فيه بالضبط هذا مش اكتشاف عارف ولكن اذا انت اعطيت مثال اللي فرجي اشكال هذا بصير نفي اثبات الخطا يعني اذا في عندك امكانيه انك تعطي مثال لاشكال اثبت الخطا ما هي بتقدر تثبت غير خطا بالامثال عدم مقدرتك على اعطاء مثال اللي يخرج اشكال هذا مش اثبات على اي شيء بشير هذا حكينا على عدم مقدرتك انت ولكن في نفس الوقت اذا انا لا قادر اعطي مثال ولا قادر افرج بالتحليل انه امكانيه نقيض الاستنتاج وارده ايوه معناته شوفي معناته فيش عندي بقدرش اقول لا يعني انا مش عارف بقدرش اقول ولا ايش كيف؟ انا بقدرش اقول ولا ايش لا بنقدر نقول لا بشكل سليم الا اذا بيكون في عنده واحد من اثنين هذول طريقة ثانية بس جيت عنها ويقول اعتمادا على هاي الطريقة انا بفرجي اشكال في شكل الحجة هذا اذا بدون قواعد وبدون معايير وبدون مقاييس فاضي ما بينفعوا علي كل الثاني مرحلة حتى هذا أكيد تعال وقف هون تعال نحكي شوي على كيفية فحص أشكال الحجاج أو إذا بدكم على القواعد اللي بنى عليها أرسطو أشكال الحجاج وهنا لازم أنا أوضح وأقول إنه أرسطو حقيقة ما وضع بالكتابات تبعته قواعد القياس بشكل واضح صياغة سوى قاعدتين بس بحكي إيشني ولكن إحنا بعدين إحنا مقصود العاملين في مجال المنطق بعدين استخرجوا من كده بعد تبعته سائر قواعد القياس بنحكي إحنا عن قواعد القياس إحنا بنحكي على آلية على مبادئ معينة على شروط معينة اللي لازم الشكل الحجة أو الحجة تمشي حسبها أو توقف في الشروط هاي واللي هي بتضمن سلامة الحجاج احنا بشكل عام بنحكي عن ست قواعد قياس بنحكي احنا عن قواعد القياس لما بنحكي عن قياس بنحكي عن قضيتين والسنتاج تمام؟ لكن ضلكم مذكرين هذا الموضوع بنحكي عن ست قواعد قياس بطبيعة الحال إذا أنتم تطلعوا على كتب في تدريسي في 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 مجال المنطق ممكن تلاقوا انتم واحد اللي هو معدد 4 قواعد قياس مش 6 او ممكن تلاقوا واحد معدد 16 قواعد قياس مش 6 ولكن في اي حاله من الاحوال بين عدد 4 عدد 6 عدد 16 66 الحديث انه عن نفس الشروط
ممكن واحد ياخذ قاعده واحد يقسمها لاثنين او يقسمها لثلاثه او ياخذ ثلاث قواعد يجمعها بواحده ولكن بالاخر بده يطلع لنا نفس الشروط اللي لازم فيها كل شكل من اشكال الحجج يوقف مشان يقدر الشكل هذا يكون سليم. القاعدتين القاعدتين اللي ارسطو حطهم او صاغهم بشكل واضح هن خاصتين بالقضايا السالبه وبالقضايا الجزئيه. وقال انه لا يمكن لا انتاج من قضيتين جزئيتين ولا انتاج من قضيتين سالبتين. بغض النظر جزئيتين موجبتين سالبتين موجبه سالبه كما بطبيعه الحال بغض النظر اذا قضيتين سالبتين هن كانوا كليتين ولا جزئيتين ولا واحده كليه واحده جزئيه. هذول هن القاعدتين الوحيدات اللي تم وضعهن كصيغه بصيغه واضحه من قبل ارسطو. ما تبقى يعني هذول بتلاقوهم بالكتابات تبع ارسطو تمام ما تبقى تم استخراجهم من الأقوال المختلفة. الست قواعد قياس بس أنا أمرق عليهم تمام تعرفوا إيش هن بدون ما نفوت حقيقة لا تفصيلات فيهم ولكن راح أعود أرجع عليهم لما نكون في عملية تحليل لما بدنا نروح للموضوع اللي إحنا نشتغل فيها. القاعدة الأولى بتقول كل شكل حجة على شكل الحجة السليم أن يتركب من ثلاث جمل قلناهن قضيتين واستنتاج تمام؟ أوكي. وأن يتضمن ثلاثة حدود. كل شكل حجة كل قضيتين مفروض يكونوا متضمنات لثلاث حدود. ثلاث حدود صرنا عارفين عندنا كل ألف هو باء كل باء هو سين عندنا هذول ثلاث حدود باء هو حد ألف حد وسين حد هاي ثلاث حدود. أوكي. ليش ثلاث حدود؟ ثلاث حدود لأنه بنهاية المطاف إذا كان في عنا نفرض أربع حدود ما إحنا بطل في عنا بقضيتين ما تبطل في عنا حد أوسط مشترك بطل وبالتالي بطل في عنا كيف نعمل علاقة أو كيف نشرح العلاقة أو كيف نبين العلاقة اللي بين حدي الطرف. نفرض باش بقول أنا كل ألف هو باء بعدين كل سين هو صاد يعني ما في عندي إيش يربط كل اللي صاروا حدود طرف بطل في عندي حد مشترك فيش إشي يربط ما بين أي حد من الحدين في القضية الأولى مع أي حد من الحدين في القضية الثانية وبالتالي فيش إنتاج. طب لو جبنا أخرى أشياء تربط ممكن ننتج شيء شيء تبطل في عندنا وين بالقضيتين نحكي عن القياس نحكي عن القياس قلت قضيتين أو أكثر نو نحكي عن القياس صح الاستنتاجات الغير مباشرة هن قضيتين أو أكثر ولكن نحكي عن القياس هو قضيتين والسنتاج بالتالي داخل قضيتين ما بنقدر نحط سوى أربع حدود إذا بدنا نحط أربع حدود بالتالي نقدرش نربط أو ثلاث حدود مشان نقدر نربط أو حدين يعني كل ألف هو باء كل ألف هو باء قضية الأولى كل ألف هو باء وقضية الثانية كل ألف هو باء وبالتالي السنتاج كل ألف هو باء السنتاج صحيح بس مش سنتاج ومش معلومة جديدة تمام؟ فبالتالي احنا بحاجة لثلاث حدود مشان حقيقة نكون في عملية انتاج لمعلومة وتكون المعلومة صحيحة بالضرورة شرط ضروري غير كافي لكن شرط ضروري. بس لما احنا بنقول لا انتاج عمليا احنا عمليا بنقصد انه ما في عندنا معلومة انتجناها صحيحة بالضرورة يعني ننتج ممكن ننتج معلومات ولكن مش بالضرورة تكون صحيحة استنتاج طبعا بالتالي بهي الحاله هو استنتاج ولكن مش بالضروره صحيح تمام اوكي لكن احنا بدنا استنتاج اللي هو بالضروره صحيح اوكي فبالتالي القاعده الاولى انه لازم يكون في عندنا ثلاث جمل قضيتين واستنتاج وتتضمن ثلاثه حدود. القاعده الثانيه على شكل الحجه على اسف على الحد الاوسط ان يكون مستغرق اذا مذكرين الاستغراق في واحد من القضيتين على الاقل ممكن يكون في القضيتين لكن وفيش إشكال ولكن مجبور يكون مستغرق واحد من القضيتين إذا ولا بواحدة من القضايا إذا لا بقضية أولى ولا بقضية ثانية ما تلاقي إنتاج بطبيعة الحال. القاعدة الثالثة والرابعة هن اللي أنا حكيت عليهم قبل شوي واللي قلت إنه أرسطو صاغن بشكل واضح في الكتابات تبعته اللي هي لا إنتاج من قضيتين جزئيتين ولا إنتاج من قضية هاي الثالثة والرابعة لا إنتاج من قضيتين سالبتين.
الخامسة والسادسة هن قواعد اللي إلهن علاقة في كيفية الإنتاج، يعني بكيفية صياغة العلاقة اللي ما بين حدي طرف. لا إنتاج بقضيتين سلبتين، أصدق مستحيل ننتج معلومة عنها، صح؟ لا مش معلومة، مستحيل ننتج معلومة صحيحة بالضرورة. بس إنتاج يعني. نعم. طب نقدرش نحول السالب لموجب؟ نقدر. كيف؟ لا كيف حل بالسالب لموجب؟ بالكلمات ننفيها. ضرب مثال. أعطيني مثال. لا أنا مثال. أنا فاهم عليك. لا أنا مش فاهم عليك. يعني أوضح أكثر. مش كل ألف هو باء، هاي سلبية. هاي مش كل ألف هو باء، هاي مش قضية كلية سالبة، هاي قضية جزئية سالبة. كل طيب. ألف إذا كلها مش كل ألف هو باء، أنت عمليا كعب بتقول إنه في عنا ألف اللي هو مش صفة باء، وعنا ألف مش صفة باء. الكلية اللي هو كل ألف ليس باء. ليس باء. هاي كلية سالبة. طب ليس كل ألف هو باء جزئية سالبة. نفرض جزئية سالبة، هاي كيف تحولها لموجبة؟ إنه هنالك على الأقل عنصر واحد ألف. بس احنا بنعرف انه من بعض الف ليس باء، احنا ما بنقدر نعرف البعض الاخر من الف يحمل صفه باء، بالتالي ممكن مش يمكن لا، بالتالي نقدر نستخدم. انت ما بتقدر تحول قضيه سالبه الى قضيه موجبه، بس تقدر تستبدلها بقضيه موجبه يعني خرافيه ثانيه. طب اعطينا امثله على قضيتين سالبتين مثلا. لا انتاج انا بعطيك مثالين، واحد اللي فيه منفرج علاقة سالمة ما بين حدي طرف، وواحد منفرج علاقة موجبة بين حدي طرف. العلاقة الأولى، المثال الأول، ما هو لو بيكون في عندي إمكانيتين لعلاقة، قلنا كمان قبل مرة إحنا إنه الإنتاج، لو نقول إنتاج معناته من المفروض تكون العلاقة اللي بين حدي الطرف صحيحة بالضرورة، فش إمكانية لعلاقة تانية، هيك معناها. أوكي، إذا بنقدر نعطي مثالين مختلفين واللي كل مرة تكون بين بالعلاقة اللي بين حدي الطرف مختلفة عن الثانية، معناته لا إنتاج، معناته غير سليم. ليس أنتم تبعين وراي بدون كلام ولوح وفي المخيلة؟ ممتاز، كل ممتاز، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل، هذا تمرين الذهن بحد ذاته ممتاز باعتقادي. طيب مثال الأول، كل إنسان ليس نبات، كل نبات ليس حجر، معناته يعني جماد، معناته كل إنسان ليس نبات. معناته كل إنسان ليس حجر. كل إنسان ليش؟ كل إنسان ليس نبات، كل نبات. كل إنسان ليس حجر أو جماد، مش مهم. بطلع قضية سالبة، اللي سنتاج سالب، مش هيك؟ بين حدي الطرف اللي هن ألف وسين. كمان مرة، كل إنسان ليس نبات. بعدين كل نبات ليس جماد. بطلع عندي. كل إنسان ليس جماد. نعم، صحيح. ولكن عشان تكونوا عارفين هذا صحيح، مش لانه ضمن المعلومات احنا استخرجناها من المعلومات اللي متوفره من اول، لانه هي بحد ذاتها صحيحه. تعال ناخذ مثال ثاني اللي بيطلع موجب ما بين الف وسين، ما بين حدي الطرف، كل انسان ليس نبات، كل نبات ليس حيوان. بيطلع عندي كل انسان ليس حيوان. لا كل انسان حيوان. طلعش. بالتالي مرة اللي عندي موجب، مرة اللي عندي سالب، هذا شيء مزبوطش. بالتالي لا إنتاج من قضيتين سالبتين. كذلك الأمر بطبيعة الحال، إحنا ممكن نأخذ لا إنتاج من قضيتين جزئيتين. مثال على هذا وعلى هذا، مثال على قضيتين جزئيتين. بعض الذكور، إنه بعض الناس ذكور، بعض الذكور دجاج. هل بيطلع عند بعض الناس دجاج؟ لا بطلعش. إذا عملك واحدة اللي تطلع بعض طيب. بعض الحيوانات، بعض الناس حيوانات، بعض الحيوانات ذكور، بعض الناس ذكور. الجملة الأولى مش صح. مزبوط. الجملة الأولى مش صح. بلا صح. بالله. بعض الناس حيوانات. بلا. الناس هم بدك اياها كلها، بدك اياها كلية. لا 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 معك كلها صح. طيب. المثال اللي حكيته مثلا، كل ليس كل بني ادم هو نبات. لا ليس كل بني ادم نبات هو غلط. ما لا اكمل. نعم. وليس كل نبات حيوان، هاي استنتاج غلط انه ليس كل بني ادم حيوان. تعال نحاول. بس سؤال اوكي، نقدر نحط شروط يعني معلومه زايده تكون شرط، بس يتوطن في عندنا قضيتين، صار في عندنا اكثر من قضيتين. انت بس بدك قضيتين كلها، احنا بنحكي عن القياس، قضيتين استنتاج، بس واحد كمان شال بيها منك، بدي كمان شال منك، بدي توقف تستعمل الصياغات وتبلش تستعمل الصياغات تبعتنا. طيب
آه طبعًا لما بتقول ليس كل في إحنا فينا كلنا إنه إحنا منصيغ القضايا تبعتنا في أربع صياغات المعلومات تبعت أربع صياغات أربع أنواع جمل قضيتين كليتين قضيتين جزئيتين تمام ليس كل هي بعض ألف ليس باء تمام فبالتالي بتكون هنالك على الأقل عنصر واحد ألف لا يحمل صفة باء أوكي طيب ولكن إذا بدك لما أنت بتقول ليس كل عمليا انت بتكونش تماما بعد الف ليس باء انت بتفرض انه في اشي عندي اللي هو لا او اشي اللي بالليس كل بينما بعد الف ليس باء ما بتفرض انه في اشي فبتعال نروح على صياغات صياغات تبعتنا اللي هي بتكون واضح المعاني تبعتها والتعريفات تبعتها طيب تعال نروح ل القاعدتين الاخرانيات هي الخامسه والسادسه واللي هن جايات من شان يأكدوا لإلنا إنه كم المعلومات اللي عندنا إياته عن كل حد من حدي الطرف في القضايا يكون مماثل كما تعريف التماثل لكم المعلومات الموجود عندنا عن كل حد من الحدين بالإستنتاج يعني كم المعلومات اللي عندنا إياته عن حدي الطرف بالقضايا لازم يكون عندنا مماثل لكم المعلومات اللي عندنا اياها عن حدي الطرف بالاستنتاج لازم يكون مماثل لا اكثر ولا اقل فبالتالي القاعده الخامسه بتقول لا يجوز لحد من الحدود ان يكون مستارك بالاستنتاج وان لا يكون مستارك بالقضايا وهي الخامسة السادسة لا يجوز لحد من الحدود أن يكون غير مستارك بالاستنتاج وهو مستارك بالقضايا بالتالي إذا كان مستارك بالاستنتاج لابد أنه يكون مستارك لازم يكون مش ضروري لازم يكون مستارك في القضايا إذا كان غير مستارك بالاستنتاج لازم يكون كمان غير مستارك بالقضايا هذول حسب هذول القواعد إحنا عمليا بشكل عام بنمشي أو إحنا بنكون في عملية فحص لأشكال الحجاج إذا كانت أشكال الحجاج هي سليمة ولا غير سليمة أوكي. ولكن كمان إحنا حسب هذول القواعد بنكون في عملية بناء لحجاج يعني نجي نبني حجة مشان نتأكد إنه هي سليمة لازم نبنيها خطوة ورا خطوة قاعدة ورا قاعدة نأخذ أول قاعدة ثلاث جمل قضية الاستنتاج بنأخذ ثلاث جمل قضية الاستنتاج ثلاث حدود مهتم يكون في ثلاث حدود قضيتين حد أوسط لازم يكون مستارك واحد من قضيتين نهتم نستارك واحد من حدي واحد من يعني حد بواحد بالقضايا يكون مستارك حد الأوسط إنه ممنوع يكون في عنا قضيتين جزئيتين نهتم ما يكونش فيه سالبتين ما يكونش فيه بعدين منروح للقاعدة الخامسة والسادسة مشان نصيغ العلاقة اللي بين حدي الطرف حسنا تعال نوقف هون ونروح لمحل تاني نعود نرجع لهذا كلياته بعد برجع لكل واحدة من لكل واحدة بالأساس القضيتين الجزئيتين والسالبتين واستغراق الحد الأوسط بعد باخده بس نشتغل فيه بالتفصيل لما نروح لعملية التحليل ولكن من حيث المبدأ حتى لو ما كانش عندكم مقدرات على التحليل انتم من الممكن تكونوا في عملية استخدام لقواعد القياس مشان بواسطتهن اما تبنوا حجة او تظهروا اشكال حجة او تظهروا سلامة حجة بغض النظر تعال نروح لبدانتك لشيء اخر اللي هو العلاقة كلها هذه العلاقة بأرسطو وبكيفية الاشتغال تبعته على البرهنة ليش احنا يعني قبل شوية انا حكيت على انه واحد من الطرق اللي استخدمها ارسطو هو انه احنا نحاول نشوف هل من الممكن لنقيض الاستنتاج ان يكون صحيح ولا لا الاشي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي هذا طبيعة الحال مبني على ايش هذا مبني على ما يسمى مربع ارسطو مربع ارسطو هو مبني أو مكون من أربع قضايا تبعونا مبني من القضايا الكلية بتكون فوق والقضايا وهي مربع والجزئية بتكون تحت قضية كلية موجبة قضية كلية سالبة قضية جزئية موجبة قضية جزئية سالبة
او بنشوف احنا وفي المربع هذا احنا بنشكل عمليا بنكون قاعدين بنشكل علاقات بيختلف ما بين القضايا. المهم لان هون ما فيش حاجه انه نفوت احنا على كل العلاقات المتضمنه داخل مربع ارسطو. انا اذا بدكم بعددهن، ولكن المهم لان هي علاقه التناقض اللي موجوده داخل المربع. ما بين قضيتين الكليتين العلاقه هي علاقه التعارض. بحالة وجود علاقة تعارض لا يمكن القضيتين سويتان يكونوا صحيحات، ولكن يمكن القضيتين سويتان يكونوا خاطئتين. بهمناش بس أنا بقولهم. ما بين القضيتين الجزئيتين في علاقة تداخل تحت تعارض. ما بين في حالة وجود علاقة تداخل تحت تعارض لا يمكن القضيتين سويتان يكونوا خاطئتين، ولكن يمكن القضيتين سويتان يكونوا صائبتين. برضو مهمناش كتير، فقط الإشارة. ما بين القضية الكلية والقضية الجزئية الموجبة في علاقة تداخل تحت تقابل. في علاقة تداخل تحت تقابل، إذا كانت القضية الكلية صحيحة القضية الجزئية بضرورة صحيحة. إذا كانت القضية الكلية خاطئة القضية الجزئية الله بيعلم يمكن تكون خاطئة أو تكون صحيحة، والعكس صحيح. يعني إذا كانت القضية الجزئية صحيحة القضية الكلية الله بيعلم ممكن تكون صحيحة كمان هي ممكن لا، ولكن إذا كانت القضية الجزئية خاطئة بالضرورة الكلية خاطئة. برضو الكلية إذا صحيحة الجزئية صحيحة. حكاها. إيش كلام مرة؟ أوكي. تعالوا نروح للعلاقة اللي بتهمنا في هذا الخصوص، واللي هي علاقة التناقض، واللي هي موجودة ما بين قضية كلية وقضية جزئية، واحدة موجبة وواحدة سالبة، بغض النظر أي الموجبة وأي السالبة، بغض النظر. في هاي الحالة، في حالة وجود علاقة تناقض، لا يمكن للقضيتين سويتان يكونوا خاطئتين، ولا يمكن القضيتين سويتان يكونوا صحيحتين. شو هذا معناته؟ معناته إذا واحدة صحيحة الثانية خاطئة، إذا واحدة خاطئة الثانية صحيحة. من هون إحنا بنروح نرجع السلا للإثبات اللي استعمله أرسطو، وبيجي بقول إذا القضية الجزئية السالبة خاطئة بالضرورة القضية الكلية الموجبة صحيحة. إذا القضية الجزئية السالبة صحيحة بالضرورة القضية الكلية الموجبة خاطئة. من هون عدم قدرتنا على تخطيئ القضية الجزئية نفرض اللي سالبة، وهو لأرسطو بمثابة إثبات على صواب. يعني عدم إمكانية إثبات صحة القضية الجزئية، القضية الجزئية هي خاطئة. إذا قلنا سيأتي شو بيكون؟ القضية الكلية بتكون صحيحة بالضرورة. هذا لمين؟ يعني في بعض كل ما القضية عم نقول علاقة الطلاق بتكون بين إيش وإيش؟ كلنا قضيتين، واحدة موجبة واحدة سالبة، واحدة كلية واحدة جزئية، تمام؟ فبالتالي بهاي الحلقة. لأن لما احنا بدنا نفحص نفرض اذا بنرجع على الشكل تبعنا، كل الف هو باء، كل باء هو سين، كل الف هو سين. اذا بدنا نفحص كل الف هو سين اذا هو صحيح بالضروره ولا لا، لازم نفحص هل بعد الف ليس سين ممكن يكون صحيح ولا لا. اذا ممكن يكون صحيح معناته كل الف هو سين خطا. اذا مش ممكن يكون صحيح معناته كل الف هو سين صحيح بالضروره. هذا المنطق اشتغل ارسطو عمليا. وتقديما لكل هاد، في بداية الكتاب ما يسمى Pursuing Analytics قال على انه احنا we lay out، احنا بنفرض صحة الجمل لما بنستعملها بالحجج. يعني اذا بنقول انه بعض الناس ذكور، لإلنا بعض الناس ذكور هو صحيح مش خطأ. إذا بنقول كل الناس حيوانات، ما أنت كل الناس حيوانات هو صحيح، تمام؟ مش إشي اللي بنحطه وبعدين نروح نفحص إذا هو صحيح ولا مش صحيح. بعدين بيطلع معنا التعارض وإحنا ماشيين. لا الاستنتاج لما نكمل في الاستنتاج بيطلع معنا تعارض ببين بأن صح أو غلط. مش تعارض، تناقض. تناقض. التناقض هي مختلفة عن علاقة التعارض كلنا. إذا أنتوا بتستعملوا لليوم تناقض تعارض نفس الشيء لا. عارف. contradiction شو هو؟ تناقض. 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 بكى في اخذنا مره في الماده الديسكريت انه هاي الجزيره اللي عليها ناس سادكين وكذابين، بيجيك واحد الف وباء، واحد اسمه A واحد اسمه B، بدك تعرف هذا شو هو وهذا شو هو.
تفرض مثلا ألف بيقول لك إشي وباء بيقول لك إشي ثاني، سامع فيها؟ سامع في القصة بس مش سامع فيه هو عنية. أيوة مثلا عندك جزء يعني أنا واحد من الأشياء اللي حكى عليها راسل إذا بدك بعرف شنو اللي حكى نو مش يعني هذا عينيا بس يعني عن الأمثلة هاي اللي بتفرج التناقض الداخلي. أيوة مثلا أنت بتفطر ألف بيقول لك إشي وباء وبي بيقول لك إشي مثلا مثلا فلنفترض إنه ألف مثلا سادك معناته حكي سدو، بنمشي ببلش نستنتج من الكلام تبعه بعدين إذا بيطلع تعارض معنى تناقض من تناقض في استنتاجنا معناته الفرضية تبعتنا غلط معناته هو من النوع الثاني. لو هذا هذا إذا بدك لا إذا 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 في إذا النقيض بيكون صحيح لإلا هذا بيعني إنه المعلومات المتوفرة داخل قضيتين هن مش كافيات من أجل إثبات صحة الاستنتاج. هذا الشيء بقوله بشكل واضح أرسطو بقول إنه القياس هو هو تأكيد قضيتين على صواب الاستنتاج بدون الحاجة لأي شيء آخر. تمام؟ القضيتين بحد ذاتهم بيأكدوا صواب الاستنتاج. إسا إذا النقيض ممكن يكون صحيح معناته القضيتين ما بيأكدوا صواب الاستنتاج. هيك معناه. أسئلة أسئلة كل شيء مفهوم؟ كل شيء مفهوم؟ مفهوم. طيب تعالوا إذا كل شيء مفهوم تعال ننتقل لأول خطوة من الخطوات تبعتنا في عملية التحليل واللي هي تفسير للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة بيجيب لكم القاعدة الثالثة والقاعدة الثانية. هي القاعدة بتكون أخرى. القاعدة الثانية الثالثة هي قضيتين جزئيتين. الثانية هي ضرورة اشتراك أحد الأصل في واحد من القضيتين على الأقل. لا هي الثانية. أي واحد بتكون. بدك إياها. أي واحد بتكون نفس الخرافية لإلي. أي واحد بتثير الاهتمام لكم أكثر. هي لا إنتاج من قضية جزئية حكينا عنها مش صح؟ لا بنحكي عن التفسير إحنا. أنا أعطيتكم أمثلة. الفرق بين أنا أعطي أمثلة بدون ما تفهمي شو خرافية بس شفت إنه يعني في إمكانية علاقة مختلفة بس أنت مش فاهمة إمكانية علاقة هاي منين تنبع وين الإشكالية اللي موجودة في القضايا. يعني بنحكي عن القضايا بنحكي عن الإشكالية المتوفرة المتضمنة داخل القضايا عاد بنحكي إحنا. جزئية. بعد تعالوا ناخذ الاستغراق الاستغراق قلنا انه من المفروض انه الحد الاوسط حسب القاعده الثانيه يكون مشترك في واحد من القضيتين على الاقل. تعال ناخذ شكل حجه اللي الحد الاوسط مش مشترك فيه لا بالاولى ولا بالثانيه مثل كل الف هو باء بعض باء هو سين. الحد الاوسط مش مشترك لا بالاولى ولا بالثانيه لانه احنا قلنا انه باء بالقضايا الكليه هو محمول القضيه هو غير مشترك وقلنا انه باء في القضايا انه حدي القضيه الجزئيه اثنينات غير مشتركات بالتالي لا مشترك في القضيه الكليه ولا مشترك في القضيه الجزئيه. ايش القضيه الجزئيه الموجبه في الموجبه؟ نعم الموجبه طبعا الموجبه. وبالتالي كل الف هو باء بعد باء هو سين. هات نشوف وين الاشكالات. تعالوا هسه نحاول نتذكر سؤال صغير. لو جبت لي قضيتين سالبتين الثنتين او جزئيتين بقول لك خلص هذا هيك ودشر مستحيل نطلع منه شيء قبل ما بلش اكتب ولا شيء مثلا او افكر. نعم على المحل لازم تقول لك هذا بزبطش بس بتكونش فاهم ليش بس بكونش فاهم ليش. نعم القصد تبعي انك تفهم ليش بس كله منفعش ونفهم ايش الحديث عشان اذا قال لك ليش تقولوش لانه العظيم تستاذ جمال تقول له ليش. تعالوا ناخذ ايش المعلومات المتوفره عندنا في كل قضيه من القضيتين يعتمد على ايش سوينا لليوم. شو المعلومات المتوفره عندنا في كل قضيه من القضايا عن كل حد من قضايا من الحدود الاربعه؟
بحدود الثلاثة آسف ألف باء وسين ونشوف كم المعلومات اللي عندنا ياتوا عن كل واحد من الحدود ونشوف كم المعلومات اللي مع الناشياته نوعها عن كل حد من الحدود ونشوف كيف النقص في المعلومات بشكل عائق أمام مجرد إمكانية الإنتاج. عشان تتأكد انه صحيح. لا ما فهمتش. فسر. في عندك جملة بدك تثبتها فتنفخ عكسها. هذا ضمن الاستنتاجات. نعم. بفرض عكسها وشوف اذا ممكن ولا لا. نعم. في عندك مثال وبالمنطق حسب ما اخذنا بالكورس الديسكريت هو ترو انه مزبوط. هو ايش؟ انه الاستنتاج اللي بدي احكي لك اياه مزبوط. مضمون الاستنتاج؟ حسب الكتاب. احكي. هلا في عندك جاد جاد جرة جاد 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 اي شيء طيب صحن صحن طيب مش في ولا طابق مش في ولا طابق الجملة اللي عندك في بعض الطبقات لونها ازرق طيب يوجد طابق لونها ازرق طيب هنالك على الاقل طابق واحد لونها ازرق طيب والقضية الاولى هي هاي القضية بس قضية ولا شو؟ إنه بس هاي إثبت إنه الاستنتاج مزبوط ولا لا إنه بس في القضية اللي عندك إنه جواب فيش فيه ولا طالب على أي استنتاجات بتحكي؟ إحنا في عنا عادة بنحكي على نوعين من الاستنتاجات الاستنتاجات المباشرة سبق لك شو هي والاستنتاجات الغير مباشرة الاستنتاجات المباشرة هي استنتاجات اللي ضمنها احنا بنقوم بعملية حكم على صواب او خطأ جملة اعتمادا على معرفتنا بصواب او خطأ جملة تانية تمام؟ هذه استنتاجات مباشرة بالتالي لازم يكون عندي معطى جملتين ولازم يكون معطى لإلي صواب او خطأ واحدة منهن مشان اعمل استنتاج بخصوص الجملة التانية اوكي استنتاج بخصوص صواب أو خطأ. النوع الثاني من الاستنتاجات هي استنتاجات غير مباشرة. بالاستنتاجات المباشرة غير مباشرة إحنا بنقوم باستنتاج صواب جملة اعتمادا على المعلومات المعطاة لنا صواب معلومات صواب معلومات معطيات لنا تنتين. على أي نوع استنتاج أنت بتحكي؟ المباشر. الثاني. الأولى. طيب إذا أنت بتقول لي أنت إذا الأولى معناته لازم يكون في عندي من نفس نوع الجمل يعني إذا أنا بستعمل الحد ألف بمعنى الطابق في محل لازم أستعمل الحد ألف بنفس المعنى تبع الطابق بمحل الثاني إذا أنت بتستعمل مرة معناها طابق ومرة معناها حمص بزبط اشتعمل استنتاج بخصوص اعتمادا على معرفتك بصواب واحدة بخصوص الثاني يعني إذا احنا بنستعمل مثلا كلمة رسول الرسول لنا هو ممكن يكون واحد من اثنين اما رسول الله نزل عليه نبوة معينة وبعثه رسولا ما بين الناس هاي رسول والرسول الثاني اللي بيوزع بريد بس مزبوطش استعمل في القضية الاولى رسول بمعنى نبي وبمعنى الثاني مش نبي مش كل رسول هو نبي اسف بس انه يعني بالجملة الثانية رسول بمعنى بيوزع بريد فبالتالي أعطيني جملتين واحدة جزئية وواحدة كلية الحدود نفس الحدود مشان أقدر أعمل لك استنتاج طيب هلا عندك طابات هنالك على الأقل طابة واحدة حمراء عندك طابة حمراء اللي هي ألف وطابة زرقاء اللي هي باء إنه الطابات مجموعة ألف فيها طابات حمراء مجموعة باء فيها طابات زرقاء أوكي هلا الطابات هذول موجودين بجوات ألف اي طبقات كلهن المجموعتين الزرق والحمر جاتين فاضي طيب هاي المعلومات اللي عندك ما عندك عندك اربع حدود عنده طبقات حمر وعنده طبقات زرق عنده جات فيه كل طبقه وجات فيش فيه طيب شوي جاوب عليها جاوب على السؤال تبعها عم تحكي عن اربع حدود الشرط لازم يكونوا ثلاثة شيل الجاط المليان شيل الجاط المليان اي نشيل الجاط المليان الجاط المليان ما الطباط وين هي موجود لك
موجودين. في عندنا مثلا كعطوليك، في عندنا طابة حمراء وفي عندنا طابة زرقاء وعندنا جات فيه ايش؟ فاضي. طيب هلا الاستنتاج كالتالي. شو سنداش؟ بعرف مش بيعطيني العلاقات اللي ما بين الطبقات. العلاقات كل كل احكي لي العلاقات اللي ما بين الطبقات وما بين وما بين الجات هذا كل الطبقات مش في الجات كل يعني اذا اجى واحد قال قصده يقول اذا اجى واحد حكى طلع الصحن فاضي والطبقات بحده هذا احنا هيك بنعرف بالواقع اجى واحد قال كل الطبقات اللي في الصحن حمر هلا بدنا نتاكد بدنا نفحص نتاكد بيطلع تروب على الديفولت ف بدنا نفحص ونتاكد فروح انت نفيتها عشان تعمل تناقض فرشدك رح تقول شو كيف نفيها بعض الطبقات اللي في الصحن مش لونها مش احمر لونها مش احمر هو الصحن فيش فيه اساسا طبقات ما عشان فيش فيه طبقات رح تكون الصحن فيش فيه طبقات هذا احنا بنعرفها بالواقع هلا هلا احنا عندنا جمله بتقول كل الطبقات اللي في كل الطبقات اللي في الصحن لونها احمر منيح هاي الجمله كل الطبقات اللي في الصحن لونها احمر طيب هلا عشان انا اثبت صحتها او خطاها هيك انا بحاول اساعده بروح انفيها شو بقول في عندي على كل طابه واحده بالصحن مش حمراء طيب اها هذا الكلمه هاي مزبوطه ولا لا ايش اللي مزبوطه بعدين تروح تفحص جات فاضي لا النفي تبع الجمله كل الطبقات اللي بالصحن لونها احمر النفي تبع هاي هنالك على الاقل طابه واحده بالصحن مش حمراء دور على مش حمراء هاي النفي تبعها اذا هاي الجمله صحيحه اذا الثانيه صحيحه ما تقول غلط هلا هو اذا الثانيه غلط الاولى صح اوكي هلا هي الجمله مش زي ما حكيت مش كل الطبقات بعض الطبقات البيجات لونهم احمر دور على واحده على الاقل لونها احمر لا 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 بعض الطبقات في اللي انا طيب والثاني هي بتقول اللي هي كل الطبقات بالصحن لونهم مش احمر نعم طيب. مزبوط هاي الجملة على جات فاضي لا شو كيف على جات فاضي جات فيش فيه طبع استاذ هو بيفترض لا 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 شو ناخذ واحدة 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 يعني الثاني بحكي لك عشان فيش مشكلة خلينا خلينا الثاني بتقول الثاني انت بتقول انه بعض الطبقات اللي في الصحن حمر التفنيد تبعها بيكون ما فيش ولا اي طابه حمراء في الجات مزبوط طيب خلصنا من هذول ايش الحاله الثالثه خلص بس هذول الحاله الثالثه قلت لي الجات فاضي شو الجات فاضي هو الاساس بحكي عن جات فاضي بس عم بحكي عن الاستنتاج افترض افتراض على جات فاضي مش عارف كيف تفترض اساسا هذه المشكله هاي من اساس البدايه هذا بالكتاب موجود انه بطلع هذا استنتاج بخلاف مزبوطه انه في طبقات بالجات لونهم مش حمر كيف بتطلع مزبوط هو فيش طبقات كيف كيف بتحكي هالجمله اصلا انه جات وهاد طبقات اصلا فيش طبقات لا لا هو شيء مختلف عن اللي بحكي فيه ترو باي ديفولت لازم يكون عندك جملتين منفصلتين فيهم معلومات بتختلف عن بعض يعني فيش طبقات علاقه كليه او علاقه جزئيه انت ما قدرتش تصيغها اصلا في علاقه كليه او جزئيه عشان تقدر تحكي فيها هو بيحكي بالضبط عن انه كيف انه يثبت الاشي من 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 نقيضه هذا هو اللي استخدمه بس مستخدمش الشيء الثاني انت بتفرض النقيض جملتين تمام وبتفرجي كيف النقيض فيش امكانيه انه يكون بالتالي نقيض النقيض صح طيب انا حكينا عليه من الاول بهي الحاله انه فيش طبقات اصلا هذا سؤال انه كيف حكينا انه مضبوط الكلمه هو اصلا فيش طبقات خلص كمل انت بتحكي عن شيء هو بحكي استاذ جمال بحكي عن شيء غلطتين مختلفتين تماما يعني موضوعين مختلفين بالضبط بالضبط يا انا بحكي عن المثل النافي وانت بتحكي عن الحجه لا المثل النافي حكينا عليه قبل شوي بس هو لحاله واخذ الموضوع هناك بس بتحكي عن المثل النافي بمحل ثاني الظاهر لا ما حكيت بس مش بهذا عن هذا التكفير نرجع شوي خلينا بعد المحاضره ما هو خلص طيب تعالوا نروح للموضوع الاخير اللي راح نحكي عليها اليوم واللي هي ناخذ فقط قضيتين ونأخذ قاعدة واحدة في قضيتين مشان نفرجي وين الإشكال تبعهم اللي هو القاعدة الثانية واللي هي على الحد الأوسط أن يكون مشارك واحد من القضيتين على الأقل طيب وبدنا نفرجي كيف إنه نقص المعلومات المتوفر أو الموجود داخل القضيتين وهو اللي بشكل عائق أمام مجرد إمكانية الإنتاج أخذنا القضيتين ألف هو باء بعض باء هو سين
طيب هات نشوف شو احنا بنعرف عن ألف وباء بالقضية الأولى وعن باء وسين بالقضية الثانية. نجمع النقص في المعلومات اللي عندنا ياته أو كم المعلومات اللي بنعرفه ونشوف هل ممكن ننتج، يعني هل ممكن نحدد طبيعة العلاقة اللي ما بين ألف وسين ولا لا. ألف احنا بنعرف القضية الكلية طيب الموجبة احنا معروف احنا بنعرف عنها كل شيء، يعني معرفة تامة عن ألف بسياق علاقتها مع باء. باء المشكلة كانت تبعتنا في حينه انه احنا ما بنعرف اذا في اشي تاني غير ألف بيحمل الصفة باء ولا ما فيش شيء تاني غير ألف بيحمل الصفة باء. مظبوط؟ طيب نيجي للقضية الثانية اللي هي بعض باء هو سين. بعض باء هو سين، هل معروف لإلنا أي بعض من باء هو الذي يحمل الصفة سين؟ لا، يمكن البعض المشترك معه. يعني هل من الممكن يكون من في عنا حنكلتين؟ إذا كان في عنا شيء تاني غير ألف شوي، إذا كان في عنا شيء تاني غير ألف يحمل الصفة باء، معناته من الممكن إنه باء المذكور في القضية الثانية هو مش ألف يحمل صفة باء، هو الشيء الثاني يحمل صفة باء. شيك؟ ممكن. إذا ما كانش في عنا شيء تاني غير ألف يحمل صفة باء، معناته باء المذكور في القضية الثانية هو إيش؟ هو كل باء. هو ألف. هو ألف يحمل صفة باء. هو كل باء طبيعة الحال بيكون إذا مش عنا شيء تاني طبعًا طبعًا طبعًا. فبالتالي لأنه إحنا ما بنعرفش إذا في عنا شيء تاني غير ألف يحمل صفة باء، بالتالي إحنا ما بنقدر نحدد هل باء المذكور في القضية الثانية هو ألف اللي بيحمل صفة باء ولا هو شيء تاني يحمل صفة باء. وبالتالي احنا ما بنقدر نحدد شو هي العلاقة اللي بين ألف وسين. ألف وسين. لأنه إذا كان إشي التاني اللي يحمل صفة باء هو المذكور هو المقصود في القضية التانية، بيطلع لنا في ألف ليس سين. مظبوط؟ حكينا كان سريع شوي. ووقفنا نتبع. كمان مرة. حاولوا بدنا نتبع حاولوا. وإذا طلع هو بيطلع كل ألف هو سين. إذا كان ألف هو المذكور هو المقصود في القضية الثانية من باء بطلع عندي كل ألف هو سين. أو طلع عندي ممكن يطلع عندي كمان كل سين وألف. بغض النظر. ولكن إذا مش ألف يعني إذا مش ألف وهو المقصود في القضية الثانية، إشي ثاني اللي يحمل صفة باء وهو اللي يحمل صفة سين. كل ألف ليس سين. كل ألف ليس سين. وفي عندي إمكانية تالتة إذا بدكم إنه الباء المذكور في القضية الثانية وفيه عناصر من ألف وعناصر مش من ألف وبيطلع عندي بالتالي بعد ألف هو سين بعد ألف هو سين وبعد ألف ليس سين. تفهمين معي؟ أوكي. وبالتالي هذا التفسير تبع ليش لازم يكون الحد الأوسط مستعرف واحد من القضيتين على الأقل، لأنه بيخلق عندي عالم استغراق وبيخلق عندي مشكلة. بس تعالوا نشوفوا كيف انه لما مستغرقوا بتروح المشكلة. نرجع للمثال الاول اعطيته انا، كل الف هو باء كل باء هو سين. خلينا نشوف ليش تنتين شو السالبتين. كل الف هو باء كل باء هو سين باء مستغرق في القضية الثانية. تمام؟ اوكي. بغض النظر اذا انا بعرف اذا في اشي تاني بيحمل صفة باء غير الف ولا لا بالقضية الاولى، كل باء كان ألف وغير ألف ولا بس كان ألف لحاله كله كله بيحمل الصفة سين، معناته شو بيحمل الصفة سين؟ كل ألف ألف بالضرورة من حيث كانوا بيحمل الصفة باء. تمام؟ فبالتالي ما فيش أي إمكانية إنه يكون ألف وما يحمل الصفة سين. يعني إذا كان كل ألف هو باء كل باء هو سين هن صحيحات، معناته لا يمكن لألف أن لا يحمل الصفة سين. بهذا المعنى احنا بنقدر نثبت تحليليا سلامة الشكل بدون اذا بدكم اللجوء الى قواعد القياس تحليليا، وهذا الشيء اللي هنروح عليه احنا المره الجايه المره الجايه كلياتكم شو قارئين الكتب بالكتاب مشان نبلش نشتغل كلكم فردا فردا. دباكم حالكم حبايبي، يعطيكم العافيه.